كلنا سلم. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. عمي عرف بنفسك في البداية. سعيد عبد الله الزهراني. كم عمرك؟ 73. ما شاء الله. رياضة طال عمرك. وبعدين كلمونا الشباب وقلنا نشارك مع الشباب. وانت شباب يا عم؟ انا اقول اني شباب بس بعدين يقولوا لا. لا ما عليك منهم. بتسوي اليوم 16 كيلو؟ انا مشيتها قبل البارح يوم الخميس. مشيتها 16 كيلو لا الخطة النهائية. طيب عم شو تقول حق الشباب اللي ما يتحركون؟ والله اقول يا ويلهم والله يا ويلهم. اجل مشي نقول لهم شب الحلال. حتى من عيالنا قال لهم امشوا تكفون. يبغى السيارة قال. عر قال. والله انا تعزيزكم لنا نزيد قوة. الله يقويك يا عم. الله على العلا تقوم حظنا وهب لنا يالله دراج عالية. الله على العلا تقوم حظنا وهب لنا يالله دراج عالية. الله على العلا تقوم حظنا وهب لنا يالله. يعني هذا موست ألم ما تخاف عليه ضباط. عم سعيد هلا. وصلت الحمد لله على السلامة. كيف شعورك؟ والله ماشي الحال الحمد لله. كيف كانت التجربة؟ والله تجربة رائعة والله.